على المحاضرة اليوم 12 الوحدة، موجودة اليوم من 9 ل 11 في طلاب اليوم، بكرة بعد 9 ونص، بكرة بعد 11 عندي 9 ونص 11 محاضرة، بعد 11 ونص كلهم موجودين في المكتب. أنا بهذيك المرة كنت شوي معصب، يعني كنت مصنع سؤال أربع علامات وهيك شفت، يعني معتبره مفروض صراحة الكل يجيبه، فكنت شوي متضايق. العلامات طبعا أحكي يعني ريلاتيفلي كويسة، بس فيها يعني في أخطاء فعلا سهلة، وفي يعني أنا بعتبر الامتحان إنه ما كانش صعب، يعني كان الأسئلة كلها كانوا شايفين إشي بيشبهها في الامتحانات السابقة، فهون في الإكزامبلز، فعشان هيك كنت بتمنى إنه الكل يجيب علامات أفضل، يعني صراحة إلا اللي جاب 29 20 بس خلص بكفي، يعني أفضل يجيب 30، بس يعني أخطاء بسيطة هيك، يعني إيش المهم اللي جابوا 29 28 بس كيف جبتوا هيك؟ شو عملتوا؟ عشان أو أنتوا نفسكم ما حتعرفوا شو الأخطاء، يعني صراحة أخطاء هيك بسيطة مرات شايف تنتبه عليها، ف إن شاء الله خير. الأفرج هو 16.5، يعني هذا الأفرج يعني عادي زي دائما، يمكن حتى أعلى شوي من دائما، هذا الأفرج زي هيك بيكون 15، يعني أعلى شوي للعادة، بس كل شيء أي واحد لسه فوق ال 20 وهيك لسه أنت بتقدر يعني تعوض، أنت حابب تجيب الـ A والـ A، الـ A عادة 85 يعني عادة. إلا يعني عادة 85، فلسه في يعني في مجال. طيب احنا قلت بدل ما نغطي تشابتر 3 لأنه المادة اللي فيه سهلة، بدي أروح على تشابتر 4 لأنه دائما بنضبط الطلاب في نهاية الفصل وبصير والمادة فيها تفاصيل وديتيلز كبيرة، فبدي أشرح عن تشابتر 4 وأخلي تشابتر 3 للنهاية. فتشابتر 4 هو الهاردوير ديزاين للبروسيسور، راح نصمم البروسيسور ونخليه ينفذ الريسك 5 انستركشنز اللي شرحناهم في تشابتر 2. كثير في ترابط بين تشابتر 4 وتشابتر 2، لازم تعرف الانستركشنز كيف تنفذوا عشان تشوف بعدين كيف تربط بين الهاردوير ديزاين وبين الانستركشن سيت نفسها. فطبعا احنا طبعا الهاردوير از فيري امبورتنت، لانه الهاردوير زي ما حكينا في تشابتر البرفورمانس هو اللي بحدد قديش الكلوك بير انستركشن اللي هو السي بي اي، وبرضه له دور في السايكل تايم يعني الكلوك ريت تبعك او الفريكونسي اللي بيشتغل عليها البروسيسر. اما بالنسبه للانستركشن كاونت فهي هاي كانت مرتبطه بشكل اساسي بالانستركشن سيت اركتكتشر والكومبايلر، فاللي بدنا نوصله من هون انه الطريقه اللي انت بتصمم فيها الهاردوير تبعك بتاثر بشكل كبير على البرفورمانس، لانها اتفكتس السي بي اي والسايكل تايم او الكلوك ريت. هذه في تايبو هون، وي ويل اكزامين 3 ريسك 5 امبلمنتيشن مش 2. اول شيء راح نحكي عن السنجل سايكل امبلمنتيشن، هذا اللي راح يكون جزء منه داخل معنا في الكويز. بعدين راح نحكي عن المالتي سايكل امبلمنتيشن، هذا موجود في ابندكس سي، وبنرجع بعد يعني هذول الاثنين السنجل سايكل والبايب لاين موجودين بشابتر 4، المالتي سايكل موجود في ابندكس سي، فراح نشرحهم بالترتيب سنجل سايكل مالتي سايكل وبعدين الرياليستيك بايب لاين. واحنا بنشرح راح تتركز الاكزامبلز تبعونا على الهاردوير انه ينفذ هدول البيسك انستركشنز، بس انا راح اورجيك يعني امثله كيف انت ممكن تغير على الهاردوير عشان تضيف انستركشنز جديده اللي تعلمناهم زي الادي ميديا او حتى مثلا شيء جديد انستركشن من عندي. راح اورجيك اكزامبل على هذا الشيء عشان تشوف نمط الاسئله اللي راح يجي بماده الفاينل او بالكويز بالنسبه للسنجل سايكل. بس بالبداية راح نفوكس على load من store branch equal وهدول البيسك arithmetic operations. كخطوات الانستركشن لما تتنفذ، اي انستركشن لما تتنفذ من الخطوات بتتقسم ل 5 steps in execution تبع الانستركشنز. اول خطوتين كل الانستركشنز perform the same operation، اللي هي اول شيء عمليه الفيتشنج بيسموها، يعني لما تعمل فيتش انت زي كانك عم تجيب شيء من الميموري، يو ار ريدنج من الميموري. ايش اللي بدي اعمل له فيتش؟ الانستركشن نفسها، احنا الكود تبعي البرنامج كله مخزن في الانستركشن ميموري او في الانستركشن كاش، فانت اول خطوه اللي تسويها لما تيجي تنفذ هذه الانستركشن انك تقرا الانستركشن 32 بت من الانستركشن ميموري. وطبعا الانستركشن ميموري
عشان يعرف اي سكشن يقرا لازم تحكي له شو القيمه تبعت البي سي. لما البي سي يكون زيرو بيروح على ادرس زيرو بيقرا السكشن اللي هناك. بعدين البي سي بيزيد بمقدار 4، مش كل مره البي سي بمقدار 4 الا اذا صار عندنا برانش او شيء زي هيك البي سي بتغير بطريقه ثانيه. هذا الشيء راح نحكي عنه، بس كل الانستركشنز ببلشوا بفتش. بعدين برضو معظم الانستركشنز اغلبيتهم بيستخدموا ارقام الريجسترز تبعون السورس ريجسترز اللي موجودين في الانستركشن عشان يعملوا ريد للفاليوز من الريجستر فايل. ار اس 1 وار اس 2 بيحطوا بهاي الخطوه. ف معظم الانستركشن بيرفورم ذيس تو اوبريشنز. بعدين باجي على الستيب الثالثه، الخطوه الثالثه. برضو لما بيكزامن الانستركشن لاحظوا انه معظم الانستركشن بعد ما يعملوا ريجستر ريد بيحتاجوا يستخدموا الاي ال يو. هلا ليش حكينا هون ليش بيحتاجوا يستخدموا الاي ال يو؟ طب مش كل الانستركشنز تبعتي اريثمتيك، يعني مش كله اد وسبتراكت، في لود وستور. حتى اللود والستور بيحتاجوا يستخدموا الاي ال يو عشان يحسبوا الميموري ادرس، لانه الايكويشن تبعت الميموري ادرس للود والستور كانت عباره عن الميموري ادرس ايكوالز الار الكونتنتس اوف ار اس 1 اللي هو البيس ريجستر مجموع له الساين اكستنشن للايميديت، صح؟ فهي العمليه مين يسويها في الكمبيوتر؟ الاي ال يو. بعد ما انت تقرا، مش الخطوه الثانيه مثلا اذا هذه لود او الستور، مش انت بهذه الخطوه قرات الريجسترز اللي هو الار اس 1 والار اس 2. الخطوه الثالثه بتكون النورمال ستيب انك قيمه ار اس 1 اللي قراتها من الريجستر فايل تجمعيها الايميديت معمول له ساين اكستنشن يوزنج الاي ال يو اللي صممناها في ابندكس اي دوت 5 الاي ال يو ال 64 بت اي ال يو. فالاي ال يو انها ات ذيس بوينت انها 3 يوزز. اذا كانت الانستركشن تبعتك اريثمتيك او لوجيكال انستركشن فالاي ال يو راح تسوي لك ار اس 1 operation RS2. هاي الاوبريشن ايش ممكن تكون؟ ممكن تكون جمع، ممكن تكون سبتراك طرح، ممكن تكون عباره عن اند، ممكن تكون عباره عن اور، حسب نوع الاوبريشن. هذول كلهم لل R type instruction الاريثمتيك او اللوجيكال instruction، صح؟ اللي بيسوي هاي الاوبريشن برضه باستخدام الاي ال يو هم اللود والستور، تنتين بيحسبوا الادرس بنفس الطريقه. وكمان عندي كمان البرانش، برضه البرانش بتستخدم ولادي ميديا، بس احنا قلنا وي ويل فوكس هلا على هدول البيسك انستركشن بعدين بنعدل الباقيين. بس ولادي ميديا كل يعني اي انستركشن بدها تعمل عمليه حسابيه بدها تستخدم الاي ام يو. بس احنا هلا راح نركز على هدول، بالاضافه هدول في عندي برضه البرانش، لانه البرانش عشان تعمل كومباريزون بين التو ريجسترز لازم تعمل سبتراكشن، صح؟ هذا بتسوي البرانش انستركشن. فكل انستركشنز برضه بستيب 3 بيستخدموا الاي ال يو، بس الفرق انه كل انستركشن بيستخدم الاي ال يو لشيء معين، شيء بيستخدمه عشان يحسب الميموري ادرس، شيء بيسوي اريثمتيك اوبريشن، شيء بيسوي كومباريزون بين التو ريجسترز. في اي سؤال؟ اي سؤال؟ ايش تتوقع الخطوه اللي بعد هاي تكون؟ هل انت خلصت هي خلصت من الاي ال يو، ايش تسوي بعد الاي ال يو كاكسكيوشن؟ ترجع فيلم بالضبط. يعني تكتب على ار دي على ديستنيشن. هذا بينطبق على مين من هدول؟ مين من الانستركشن اللي بينطبق عليها انه بعد ما انت خلصت الاي ال يو بدك تكتب على ديستنيشن؟ كل ستور. مين بكتب على ديستنيشن؟ مثلا شابتر 2 بس ايوه ار تايب، مش من بعد ما يحسبوا مش ار اس 1 زائد ار اس 2 او وات ايفر بكتب هلا على الديستنيشن. يعني الواحد اللي بعد ما يخلص الاي ال يو بده يكتب على ريجستر فايل ات ذيس بوينت هو الار تايب، بس من هذول الاثنين هو بس الار تايب. طب اللود والستور ايش بيسووا بعد ما يكونوا حسبوا الادرس؟ شو الخطوه اللي بعد حساب الادرس اللود والستور؟ شو رايك يسووا؟ من بفوت على الميموري بيعمل ريد او هو بس حسب الادرس لسه لا عمل لا ريد ولا رايت. ففي عندنا الخطوه الرابعه انك انت تعمل اكسس للداتا ميموري مش للانستركشن ميموري لما اي انستركشن للود والستور. هلا مش كل الانستركشن بيحتاجوا يمروا بهاي الخطوه، الار تايب ما بتحتاج تمر بهاي الخطوه، الار تايب بتكتب على ريجستر فايل بتكتب على الار دي. طب مثلا البرانش ايش بتسوي بعد ما تخلص من الاي ال يو؟ قارنت هذول الاثنين طلعوا يا ايكوال يا نوت ايكوال او ليس ذان او وات ايفر، شو بتسوي البرانش بعدين؟ بدها تحدد وين بدها تروح. هل بدها تروح عند بي سي بلس 4
يعني هذه بعديها على طول ولا تروح على وين؟ على التارجت. يعني البرانش بس تخلص هون عندها احتمالين، يا بتحط في البي سي بي سي بلس 4 صح عشان خلص يعني يروح على النكست انستركشن اذا الشرط مش متحقق. اذا الشرط متحقق ايش تحط في البي سي؟ شو قيمه البي سي لازم تصير؟ اللي هي قيمه التارجت ادرس اللي هو الانستركشن اللي انا بدي اروح عليها، اللي هو شو كانت الايكويشن تبعته؟ لازم تحسبها اللي هي الكرنت بي سي زائد 2 ملتبلايد باي ايميت، تحسبه وتحسب على البي سي. فشايف اخر ستيب هون. هلا كل الانستركشنز بس يخلصوا، خلص خلصت الانستركشن، النكست ستيب بتكون يا انك تحط بي سي بلس 4 وتبلش بالانستركشن اللي بعديها. اذا كنت برانش وكان الكونديشن متحقق، بدل ما تخزن بي سي بلس 4 بتخزن التارجت ادرس وبتروح على النكست انستركشن اند يو كونتينيو. فهدول لو تقسمهم على ستيت على هيك على مراحل هم بيطلعوا خمسه: فيتش، ريجستر ريد اللي هي هاي، بعدين اي ان يو، بعدين ميموري، واخر شيء اللي هي انك تعدل على البي سي او انك برضه تكتب على ريجستر فايل. فاحنا راح شوي شوي نصمم الهاردوير. يعني هذا this is an overview for the design for the single cycle design. راح نشرح هلا هيك بشكل عام وبعدين بالتفصيل كل واحدة من هذول الكومبوننت نشرحها بالضبط. بس هلا we will try to map هذه الرسمة للستبس اللي شرحناهم هون. نطلع بلش من الليفت سايد، من هون عند البي سي لهون. اول خطوه ايش هذا البلوك اللي بنسميه احنا؟ يعني هذا المكان اللي مخزن فيه الانستركشنز. البي سي اللي هو الريجستر اللي هو 64 بت فاليو. البي سي مستخدم مش اي ريجستر، زيه زي اي فليب فلوب صح؟ مش الفليب فلوب احنا دائما عندنا اوتبوت كيو وانبوت دي. هلا عاده هذا بيكون 1 بت 1 بت، بس عادي يكون 64 بت. هذا معناته انه في جوا هاد 64 فليب فلوب مع بعض مشبوكين. فالبي سي هو عباره عن 64 بت ريجستر. اذا انت تفرجت على قيمه الكيو بتكون عم تقرا البي سي. اذا جبت قيمه جديده على الدي انت راح تكتبها على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك. مش الريجستر دائما متذكرين الريجستر، انت بكتب الريجستر الدي على الكيو اما على البوزيتيف او على النيجاتيف ايدج اوف ذا كلوك. هاي راح نحكيها قدام. بس الفكره هون انه انا البي سي قيمه البي سي هي نفسها قيمه الادرس تبع الانستركشن ميموري. واللي بتسوي الانستركشن ميموري انها بتاخذ هذا الادرس وبتقرا اللوكيشن حسب قيمه الادرس وبتطلع لي على الاوتبوت هون ايش؟ انستركشن. فاذا جيت على الانستركشن ميموري هذا بالبلوك دايجرام، هاي الانستركشن ميموري الادرس لاحظ انه 64 بت بالمقابل الانستركشن اللي راح اقراها عباره عن 32 بت اللي هي الانستركشن تبعت الريسك 5. الريسك 5 از 32 بت انستركشن. فانت مثلا يعني بس هيك مثال، لما تكون قيمه البي سي 0 اوكي مش الانستركشن علينا دائما الويدث تبعها راح يكون 8 بت ميموري اي ميموري، انت ايش اي راح تقرا اي اربع لوكيشن؟ راح تقرا لوكيشن 0 1 و2 و3 هذول مع بعض بيعطوك 32 بت لانه 8 ضرب 4 وهذول وين بيطلعوا؟ بيطلعوا هون على الارض. بس تزيد البي سي بمقدار 4 البي سي بتغير من 000 ل 04 وبيبلش من عند ادرس 4 النكست انستركشن بياخذ 4 و5 و6 و7 اللي بعديها 8 وهكذا. دائما البي سي لازم يكون ملتيبل اوف 4 دائما صح؟ لانه الانستركشن از 4 بت دائما. هاي ايش الستيج سميناها قبل شوي؟ فيتشنج. يو ار فيتشنج ذا انستركشن من الميموري. تمام. فالاوتبوت اللي هون ما بعرف شو هو، قصدي يعني 32 بت انستركشن ممكن يكون ار تايب، ممكن يكون اي فورمات، ممكن يكون اس فورمات حسب نوع الانستركشن. بس المهم عندي 32 بت فاليو. بس في شغله مميزه بالريسك 5 انه شو ما كان نوع الانستركشن صح؟ شو ما كان نوعها؟ اذا الها ار اس 1، ار اس 1 معروفين مين هم البتس تبعونه، مش دائما ار اس 1 كان بنفس المكان اللي هم اي بت. اذا مذاكرين الفورمات تبعونه
ال R مثلا بلش ب op code بعدين RB بعدين function 3 وبعدين RS1. فإذا بتفرق إذا هون في هذول الاثنين وثلاثين بت إذا بدي أسميهم من بت 0 لبت 31 اللي هم الانستركشن أي بت بقدر أتفرج عليهم عشان أعرف RS1 الخمسة بت بتترك 7 و5 وثلاثة يعني بتترك هون 15 بت اللي هم من بت 0 لبت 14 هذا بتبلش من بت 15 لبت 19 هذول هم RS1. فلو انا هون عندي هذا الواير السلك اللي هون بدك تتخيل زي كانه 32 واير 32 سلك طالعين من الميموري كل واحد فيهم عباره عن 1 بت يا 0 يا 1 بس انا للتسهيل بحط 1 واير وانا بحكي لك انه 32 بت من هذول ال 32 بت بدي اخذ 5 بس فباخذ هيك منه هي 5 اللي هم بت قلنا سميناهم بت 15 لبت 19 وهذول هون باخذهم هي البلوك الثاني في الرسمه اللي هو الريجستر فايل بحكي للريجستر فايل هذول الخمسة بت هم الادرس تبعون RS1 فهذا هذا اسمه هلا راح نشوف هذول فانت اقرا لي الريجستر اقرا لي الريجستر اللي الادرس تبعه مكون من هذول الخمسة بت طبعا هذا الريجستر فايل فيه من X0 ل X31 كل واحد من هذول عبارة عن 64 بت فاليو صح برضه في نفس الوقت لو كان عندي RS2 زي هون لو كان عندي RS2 راح يكون برضه البيتس تبعونها دائما ثابتين اللي هم من بيت 20 لبيت 24 وبرضه بقدر اخذ كمان 5 بيتس واعطيهم للريجستر فايل احكي له هاي بيت 20 لبيت 24 احكي له هذول الادرس تبعون RS2 بدي اقرا برضه محتويات الريجستر اللي جوا RS2 تمام. هل في اي وحده من الانستركشنز اللي احنا اخذناهم RS1 مكانه مش هون؟ يعني مثلاً إيش الآي فورمات؟ الآي فورمات كيف كانت؟ برضو أوب كود آر دي فانكشن 3 وآر إس 1 وبعدين إيش؟ إيميديت. طب الستور الستور فورمات كيف كان؟ أوب كود إيميديت فانكشن 3 آر إس 1 آر إس 2 نفس المكان آر إس 1 وآر إس 2 وبعدين برضو تكمالة الإيميديت. فشو مكان نوع الإنستركشن؟ شو مكان نوعها؟ بدون لسه انت بتعرف شو نوع الانستركشن دائما بتقدر تاخذ بت 15 لبت 19 عشان تعرف مين هو ار اس 1 ودائما بتقدر تاخذ بت 20 لبت 24 عشان تعرف مين هو ار اس 2 طب شو الانستركشنز من ار اس 1 مظبوط بس انت هون هاي النقطه اللي بدي احكي عنها بعدين هلا انا هون في ايش عم بحكي للريجستر فايل هاي هذول تو ريجستر مثلا افرض انه القيمه مثلا بس هيك مثال افرض انه الخمسه بيتس هذول قيمتهم زي هيك 0001 وهذول اللي هون 00101 ايش هذا معناته؟ ايش عم بطلب من الريجستر فايل؟ انه يقرا لي ريجستر اكس 1 وريجستر اكس 5 ايش مخزن فيهم؟ ما بعرف يعني هي اكس 1 مش اكس 1 هون ممكن تكون القيمه اللي جوا اكس 1 مثلا اف اي بي وات ايفر صح؟ قيمه جوا اكس 1 و X5 برضه فيه قيمة شو راح يعمل الريجستر فايل؟ عنده 2 output راح يطلع لي على كل output 64 bit واحدة منهم محتويات ريجستر RS1 واحدة منهم محتويات ريجستر RS2 اللي هو في هذا الإكزامبل X1 و X5 طيب وبس قرأهم بس أعطاني قيمهم بعدين أنا بسوي فيهم اللي بدي إياه صح؟ طيب لو زي ما أنت قلت هاي النقطة اللي حكيتها هلا مهمة كثير اللي هي هون الـ I format هل الـ I format لها RS2؟ لا بس أنا شو راح أكون عملت؟ راح اكون اخذت هذول الخمسة بيتس اللي هون اللي هم جزء من الايميديت جزء من الايميديت وحكيت للريجستر فايل اقرا لي هذا الريجستر اللي قيمته هالقد الادرس تبعه هالقد هو راح يقراه بس هل انت سويت فيه اي شيء اللي بقراه مش راح نسوي فيه شيء ففي قاعده دائما انه ريد القراءه از هارمليس يعني انت عادي لو قرات عادي لو قرات الداتا او هذا شو المشكله وين المشكله بتصير اذا كتبت وانت مش مفروض تكتب اما اذا قرات وانت مش مفروض تقرا عادي ما فيش اي مشكله خصوصا لما كنت تحكي عن ريجستر فايل مش هيك انه تضيع وقت على لا لانه هو هذا الريجستر فايل بيقدر يقرا تو فاليوز ان بارلل في نفس الوقت وكل الانستركشنز لهم معظم الانستركشنز لهم على الاقل ار اس 1 هلا كلامك بيكون صح للانستركشنز اللي ما لهم مش لا ار اس 1 ولا ار اس 2 راح تضيع وقت بس معظم الانستركشنز انه عندهم على الاقل ار اس 1 وRS1 and RS2 are written parallel مع بعض مش بقرأ واحد بعدين بقرأ الثاني together at the same time وراح نحكي عن هاردوير بس السؤال لو بشوف الRS1 في الـ X6 بروح على X5
64 بت 64 بت يس ار اس 1 ان اوز هون 5 بت هون مو بهم العنوان هذول عددهم 32 ريجستر كل واحد له رقم بما انه 32 فبس بكفيه 2 تو باور 5 بس بدي 5 بتس هذول ال 5 بتس موجودين في الانستركشن رقم الريجستر انت اي ريجستر بدك تقرا اكس 5 طيب بجي بشوف هون اكس 5 ايش في وبطلع عليه يعني الرقم اللي جاي من هو اللي هون هو الرينج تبعه بين 0 ل 31 بس مستحيل يطلع اكثر من هيك لانه هو اصلا 5 بتس له بس شو كده هذه هاي الخطوه ايش تعادل حسب الستبس تبعونا هون تعادل ريجستر ريد صح عملنا ريد للريجستر انا لو قدام شوي راح نصير نسميها هاي مش بس ريجستر ريد راح نصير نسميها ديكود ايش بنعمل ايش يعني ديكود شو يعني ديكودر شو يعني تعلمته ديكودر باللوجيك ايش بيسوي الديكودر هاي طلع عليه يعني هو زي كانه عم بيعمل ترانسليشن يعني عم بترجم من لغه للغه مثلا انت بتعطيه شيء هو بيطلع لك شيء ثاني فانا هون شو يعني الديكود مش انا لازم من نوع من الانستركشن اعرف شو نوعها اعرف شو هي اد ولا لود ولا ستور هذا يسموه ديكود انت بتتفرج على البيتس تبعون الانستركشن ومنها بتحدد شو نوعها هذا مين بيسوي لسه احنا ما ضفناه على الرسمه بس هذا كمان شوي بنضيف على الرسمه هذا اللي بلوك شايفينه هذا بالازرق شو اسمه هذا الكنترول يونت هذا وظيفته يعمل ديكود طلع الديكود جاي ان باراليل مع مين مع الريجستر ريد يعني وانت بتقرا من الريجستر فايل بنفس الوقت شو بتسوي بتسوي الديكود اللي هي ايش طلع ايش مخبين هذا الخط الازرق هو راح يكون كمان شوي مبين معانا هم في الاوب كود تبعون الانستركشنز عشان اعرف شو نوع الانستركشن واقدر اتعامل معها وانفذها هذا الشيء بيجي من هون من الكنترول راح نحكي عنه قدام شوي فهي المرحله الثانيه بسموها ريجستر ريد ومعها برضه بيصير ديكود الخطوه الثالثه كانت استخدام الاي ال يو عشان نسوي عليها اوبريشن فلاحظ كيف انت هاي طلع الاي ال يو اللي صممناها في الابندكس الماضي خلص هلا راح نستخدمها كبلوك بس نفس ما اللي هي احنا قلنا هيك البلوك تبعها هاي الاي ال يو مش كان انبوت اي وانبوت بي وكل واحد 64 بت هلا بابسط صوره مبدئيا راح اشبك ار اس 1 عند اي وقيمه ار اس 2 عند بي واطلب بعدين من الاي ال يو تعمل لي عمليه حسابيه معينه زي اد زي سبتراكت او وتبع وعن هاي الرسمه مش كامله لانه مش كل الانستركشنز بيستخدموا الاي ال يو على ار اس 1 وار اس 2 بس الار انستركشنز الار تايب زي اد وسبتراكت هم اللي بيستخدموا ار اس 1 وار اس 2 طيب مثلا لود وستور على فرض قبل شوي شو حكينا لود وستور بيستخدموا الاي ال يو عشان ايش تعمل؟ الايميديت ده تجمع الـ RS1 مع الـ Sign Extension تبع الـ Immediate مظبوط طيب RS1 هي واصل موجود عندي هون معناته اللي بدي أغيره هو الـ Input الثاني اللي هو B مش دائما بيكون RS2 ممكن يكون RS2 أو ممكن يكون إشي ثاني فإيش مضطر أضيف هون مدام في احتمالين شغلة أو شغلة ثانية شو الإشي اللي بختار بين واحد من اثنين Multiplexer رح أضيف هون Multiplexer يختار يا إما RS2 يا يعني ايش الاحتمال الثاني؟ الايميديت بس ايش يكون معمول له طبعا؟ من وين بدي اجيب الايميديت في الرسمه؟ من وين اجيب اللاين تبع الايميديت؟ من الانستركشن نفسها من ال 32 بت مش الايميديت هو جزء من الانستركشن فلازم انت تاخذ من الانستركشن بديش احكي اي بيتس لانه بصراحه حسب نوع الانستركشن بيختلفوا فانا بدي اخذ كل الانستركشن اللي هم ال 32 بت تبعون الانستركشن وادخلهم هون على بلوك دايجرام بعدين بنحكي عن الديزاين تبعه وايش راح اسميه هون ساين اكستنشن هذا وظيفته ياخذ الايميديت حسب نوع الانستركشن ياخذ الايميديت وبعدين ايش يطلع لي هون كم من بت 64 بت هذا ايش هذا الاوتبوت ايش اسمه ساين اكستند اللي هو ايش هذا الايميديت طيب هذا وين بدخل بعدين على المالتيبلكسر والمالتيبلكسر بدخل على بلوك كنترول يونت من نوع الانستركشن اذا نوع الانستركشن ار تايب بتجيب السلكت لاين اللي هون بتخليه زيرو اذا نوع الانستركشن كان لود او ستور بتخلي السلكت لاين واحد وبختار الساين اكستنشن هو اللي يفوت على الاي ال بنستخدم الار اس 2 هلا لو
بدري شوي. فهذه المرحلة كانت تبعت الـ AI. لاحظين اللي شوفوا الكونكشن هون كيف معمول، هاي RS2 شايفين، وبعدين هاي ماخذ الخط اللي احنا سويناه بس بدون البلوك هذا تبع اللي انا رسمته تبع الصالي اكستنشن، بس هو المفروض يكون موجود. وهي جاي باللاين هون. وهلا بنحكي انه اي نقطه زي هيك شو لازم بدي فيها، لما يكون في عندك تو انبوتس وان اوتبوت لازم تحط محل كل واحده من هذول الدوائر الحمر مالتيبلكسر، يو نيد ا 2 تو 1 مالتيبلكسر زي ما طلع معانا هون. مين تحكم الاوتبوت على المالتيبلكسر؟ الكنترول يونت. الكنترول يونت لما تشوف شو نوع الانستركشن طلع الكنترول يونت هي اللي بتعطي السلكت لاين تبع المالتيبلكسر. راح نصممها هاي الكنترول يونت، راح نصمم اللوجيك تبعها سهل. طيب شو كانت الخطوة اللي بعد الـ ALU حسب هون؟ هاي شفنا الـ ALU بدي أفوت على داتا ميموري بس للنود من الستور، فطلع بهاي الحالة هاي داتا ميموري. خليني للاختصار داتا ميموري بكتبولها DM ومن instruction ميموري كانت IM. من وين بيجي الادرس؟ مش الداتا ميموري لها ادرس؟ لها ادرس عشان اعمل اكسس على من وين بيجي الادرس؟ من الـ ALU. جواب الـ ALU هو نفس الادرس للداتا ميموري صح؟ في حالة النود والستور. طيب في شغلة ثانية، لو كانت هاي الانستركشن ار تايب، يعني لو افرض انه الانستركشن مش نود والستور ار تايب، بعد ما انت دخلت ار اس 1 وار اس 2 وعملت العملية الحسابية تبعتك طلعت الجواب، شو بدك تعمل بالجواب المفروض؟ المفروض يرجع على الديستنيشن صح؟ بدون داتا ميموري، المفروض اخذه زي هيك هذا اللاين، وين ارجعه هون؟ رجعه على ريجستر فايل، احكي له هذا اكتبه وين؟ على الار دي على الديستنيشن. هذا كم من بت اللي هو الار دي تبع الاي ال يو؟ 64 بت اللي هو نفس السايز تبع الريجستر. طبعا من وين بعرف مين هو ار دي؟ ار دي دائما مكانه معروف اللي هو دائما بعد الاوب كود، كان الاوب كود اول 7 بتس دائما بعديهم ار دي، فمن الانستركشن هون باخذ كمان 5 بتس اللي هم مين هذول الخمسه بتس؟ اللي هم بت 7 لبت 11 هذول هم الار دي. فباجي بحكي للريجستر فايل هي الار دي وهي الداتا اللي بدك تكتبها جوا هذا الار دي. طب هل كل الانستركشنز لهم ديستنيشن ريجستر؟ طب معلش عادي بدل ما حكيت هون قلت له هون انا شوي مش كلهم لهم ار اس 2 بس خليه يقرا معلش بصير احكي هلا هون نفس الشيء خليه يكتب معلش خليه يكتب على اي قيمه ما بصير. فهذا الشيء بنتحكم فيه بالريجستر فايل في له كنترول سيجنال راح نحكي عنها اسمها ريج رايت يعني ريجستر رايت. هاي اذا صفر ما الريجستر فايل شو بيعمل اذا كانت قيمه الريجستر رايت صفر؟ القيمه اللي جاي هون وهون ما بيسوي فيهم شيء بيعملهم اجنور بتجاهلهم. اما اذا كانت قيمه ريج رايت واحد يعني اكتب القيمه اللي جاي هون بتحكي له مين هو الديستنيشن والقيمه اللي جاي هون بتحكي له مين هي الداتا او شو هي الداتا اللي لازم يكتبها. مين اللي بيحدد قيمه ريج رايت؟ برضه الكنترول يونت حسب نوع الانستركشن. إذا نوع الانستركشن مثلا برانش، البرانش ما بتكتب، فبتكون برانش الكنترول يونت بتعطيك على ريج رايت 0، لما تكون اد بتكون على ريج رايت 1 1. يعني بتتحكم إذا بدك تكتب على الداتا نفسها؟ بتتحكم إذا بدك تكتب على الديستنيشن، يعني مش كل انستركشنز لهم ديستنيشن ريجستر. الداتا بتطلع من الـ ALU. بهاي الحالة للآر تايب الداتا جاي من الـ ALU للآر تايب ووصل للريجستر فايل. هلا في احتمال ثاني كمان لسه هلا راح نضيفه ونضيف له مالتيبلكسر اوكي. بس هذا اللاين اللي انا رسمته هيو موجود هون بالديزاين. طلع هي الاوتبوت تبع الاي ال يو راجع وهي داخل هون كداتا للريجستر فايل. طيب نرجع هون عند الميموري هي استخدمت الادرس. هلا نيجي لسؤال زميل فروم مش الستور تستخدم ار اس 2 عشان تكتبها على الميموري. فهذا الشيء بيميز الانستركشن ميموري عن الداتا ميموري. الداتا ميموري ممكن انت الادرس اللي تستخدمه هون تستخدمه عشان تعمل رايت او ريد حسب هل هي لود او ستور. ففي تو في انبوت للداتا ميموري اسمه رايت داتا الداتا اللي بدي اكتبها، وفي اوتبوت من الداتا ميموري اسمه ريد داتا اللي هي الداتا اللي انت بتقراها. انت يا بتعمل ريد يا رايت ما بتسوي انت ان بارلل، ما
مين اللي بحدد انا بدي اعمل ريد او رايت؟ هذه الميموري الها تو كنترول سيجنالز، واحده اسمها مم ريد يعني بدي اقرا، وفي سيجنال ثانيه اسمها مم رايت. واحده منهم بس بصير تكون واحد بوقت معين، اللي هو اذا اللود كانت اذا كانت السكشن لود مم ريد، اذا كانت السكشن ستور بتكون مم رايت، اذا كانت السكشن ار تايب archive بيكون memory و memory تنتين 00، لا بدي أقرأ ولا بدي أكتب من الميموري. إذا كانت branch برضو نفس الشيء 00، لا بقرأ ولا بكتب من الميموري. طيب إذا كنت أنا في المود تبع write، يعني أنا كانت section تبعتي store، حسبت الأدرس، أعطيت الأدرس للداتا وأعطيتها إنه memory واحد، من وين بدي أجيب write data؟ إيش هي data؟ ارجعوا تذكروا الفورمات تبع store، هاي store كان له RS1 بدي اخذ من RS2، بدي اخذ قيمة RS2 صح؟ وهي اللي اخزنها، سوري مش قيمة RS2 وهي اللي اكتبها، وين RS2 بالرسمة؟ هي RS2 صح؟ فـ RS2 في لاين من هون، في لاين مأخوذ من RS2 وين مشغول؟ على رايت هاند. مش انت قبل شوي سألتني الستور بدها RS2؟ هي بدها RS2 بس مش بدهاش RS2 للALU، بدها للALU بدها RS1 مع السايد اكستنشن تبع الايميديت. RS2 كيف بتجيبه؟ بوصل لاين من هون للرايت داتا ماخوذ، فال RS2 جاي هون وبرضه نفسها جاي هون، فبقدر انا اعمل لها عمليه رايت بهذه الطريقه. اوكي؟ نرجع للخزنه بعدين مش بالستور، الستور لما الستور بعد ما تكتب على الميموري خلصت الستور، هاي هي وظيفتها، الستور اخذت الداتا كتبتها على الميموري خلصت، اللود اللي بتقرا الداتا من الميموري هي اللي لما تقرا الداتا بترجع بتخزنها على ار دي، يعني اللود كيف كان الفورمات تبعها؟ لود ار دي اوفست ار اس 1، جمعت اوفست ار اس 1 هون استخدمته كادرس، حكيت للميموري تعمل ريد مش رايت، فالداتا طلعت هون على الريد، وين لازم وين اروح فيها؟ وين برايكم اروح فيها؟ زي الداتا اللي هون صح؟ هي هلا هيك صارت، انت هاي برضه تكتبها على الديستنيشن على الار دي، فهلا الداتا صار لها احتمالين، الداتا تبعت الريجستر فايل صار لها احتمالين، يا بتكون جاي من الاي ال يو، يا بتكون جاي من وين؟ من الميموري، فشو لازم اعمل هون؟ برضه بضيف هون مالتيبلكسر بتوين ذا تو، هاي هون مثلا وتبر 01 او 10 وبتحكم فيه الكنترول يونت، كله راح نرجع بالتفصيل اللي بمر عليه وحده وحده. اوكي، فعندنا تو مالتيبلكسرز ضفناهم هون اللي هم اللي بيختار بين الداتا اللي هي جاي من الداتا ميموري والاي ال يو، وبرضه هذا اللي بيختار بين الاكسس على الانبوت تبع الاي ال يو، هل هو جاي من السايد اكستنشن ايميديت ولا RS2. شو اللي هذا اللي بلوكس هذول اللي شو هذول اللي هم؟ شو رايكم هذول؟ شو عم بيعملوا؟ هذول مسؤوليتهم يعملوا ابديت للبي سي، طلع واحد منهم ايش بيعمل؟ بياخذ قيمة البي سي الحالية وبجمع لها أربعة. الثاني ايش بيسوي؟ طلع باخذ قيمة البي سي الحالية برضه هي هذا اللاين وباخذ الإيميديت من الانستركشن، بس مش مبين هو انه لازم يعمل للإيميديت ضرب اثنين، يعني شفت بس هون لسه مش موجودة هاي نضيفها. المهم لما تجمعها شو الاوتبوت اللي هون؟ هذا اللي برانش تابل، هذا التارجت، هذا بي سي بلس 4، واحد منهم بده يتخزن على البي سي، فايش بيكون هون؟ وي نيد مالتيبلكسر زي ما هو موضح بهي الرسمه. طبعا فهلا هاي الرسمه الفرق بينها هون انه بين الرسمه اللي موجوده وبين الرسمه الاولى انه مع المالتيبلكسرز ضفنا الكنترول سيجنالز اللي بحتاجهم. هلا مبدئيا الكنترول سيجنالز اللي بتحتاجهم هم ريج رايت، سيجنال اسمها ريج رايت، يا بتكون يا زيرو يا واحد، تتحكم هل تكتب على ريجستر فايل ولا ميموري وميم رايت، اوكي للداتا ميموري اذا بدك تعمل ريد او رايت. المالتيبلكسر كل مالتيبلكسر ضفته له سلكت لاين، مين بيطلع سلكت لاين؟ الكنترول يونت، راح نعطيهم اسماء برضه هذول باي ذا واي المالتيبلكسر، الا المالتيبلكسر هذا بياخذ سيجنال من ال بياخذ سيجنال من الكنترول يونت وبياخذ برضه زيرو فلاج، راح نحكي عن هذا بالتفصيل. بس مبدئيا هذا اللي صممناه احنا هو بسموه داتا باث، يعني اللي هو كل الكومبوننتس اللي راح تمشي فيها الانستركشن،
الداتا باث لحاله ما بيكفي، مع الداتا باث بدك الكنترول يونت اللي هي بتتحكم في الداتا باث، تحكي له شو يعمل، يعمل ريد ولا يعمل رايت، يكتب على الريجستر فايل ولا ما يكتب على الريجستر فايل، وتحكي لكل واحد من المالتي بيكسلز ايش لازم يختار داتا. في شوية هيك يعني معلومات راجعها على السريع قبل ما نفوت في التفاصيل تبعت الديزاين. احنا زي ما بتعرفوا عم نحكي زيرو تو وان، بس هذا كله الفيزيكال بالفيزيكال لايف وبالريال لايف. زيرو انديكيتس لو فولتج، وان انديكيتس هاي فولتج. يعني احنا في السي بي يو زيرو والونز ار انكودد انكودينج لهاي ولو فولتج. احنا عاده اذا في الديزاين تبعنا عندي سنجل بت وير زي هيك برسمه ب 1 وير، اذا عندك ملتي بت داتا هذه بسموها بس زي هيك اللي هم مجموعه من الواير مع بعض، واحنا بالرسمات بنمثلهم زي هون نرسم 1 لاين ومعاه قديش الويدث تبعه، هاو ماني بتس في هذا البس موجودين. الكومبوننتس اللي موجودين جوا الداتا باث وجوا الكنترول يونت بنقسمه لتو تايبس، يا بيكونوا كومبينيشنال كومبوننتس يا بيكون سيكوينشال كومبوننتس. كومبينيشنال كومبوننتس اللي ما فيهم ميموري زي ايش يعني هون؟ ايش في كومبينيشنال هون؟ الاد هذا الادم هذا كومبينيشنال، الاي ال يو كومبينيشنال صممناها، المالتي بيكسلز كومبينيشنال. شو السيكوينشال؟ شو اللي بخزن الميموري والريجستر فايل الاثنين، والبي سي برضه يعتبر سيكوينشال لانه اتس ريجستر. البي سي الميموري والريجستر هذول يعتبروا سيكوينشال. نفس ال لا مش ضروري يكون نفسه، في تو ديفرنت ديزاينز ممكن ينفصلوا عن بعض، يكون في ميموري للانستركشنز لحالها وميموري للداتا. ممكن تعمل الراوند بس عادي، لا مش ضروري، ممكن بيجوا من الرام بس بكون عندك تو سيبريت كاش، واحده اسمها انستركشن كاش واحده بيكون اسمها داتا كاش. يعني هذا الديزاين ممكن تفضل. بس مش كل السي بي يوز عندهم كاش اصلا. هذا بقول لك هذا حسب الهاردوير. احنا هون الهاردوير اللي عم نوصفه مش لا يعني اتوقع ما عمريش انا سمعت انه عم بيصمم شيء بدون كاش، لو بيصمم شيء بدون كاش دائما من الميموري اتفار اواي ممكن، يعني ممكن عادي بس ممكن كديزاين بس حيكون كثير بطيء يعني صراحه كومبير مع السي بي يوز او البروسيسرز اللي عندهم كاش. بس هل عندهم تو كاشز، واحده للانستركشن واحده للداتا، او كل شيء حاطينه في ون كاش؟ بيعتمد على الديزاين. السنجل سايكل عشان تقدر تطبق كل شيء وان سايكل بتحتاج ذات يو نيد تو سيبريت ذا كاشز، لانه عندك هذول موجودين في تو ستيجز. او مثلا على الاقل بدك الكاش، لو بدك الكاش نفسها بده يصير في لها تو بورتس، يعني تقدر تعمل منها ريد مرتين بنفس الوقت، تقرا داتا وتقرا انستركشن. يعني طلع انا هون الكاش عم بفترض انه لها وان بورت، وان ادرس لاين وان داتا اوتبوت، صح؟ الريجستر فايل كم من داتا بيقدر يقرا؟ تنتين RS1 و RS2 انبلل. انت ممكن تصمم الكاش تبعتك عادي يكون لها تو ادرس لاين، وان ادرس للداتا وان ادرس للميموري، بتصير تقدر تقرا التنتين انبلل. اذا سويت زي هيك بامكانك تسوي هذا الديزاين وسنجل ميموري وسنجل كاش. بس هون يعني هذا كله مش ضروري، this does not reflect an actual design. هذا مثلا بيعطيك الفكره كيف how you can implement a system based on an instruction set architecture معينه زي الريسك فايل. بس بعدين you can improve the design زي as you يعني as you wish زي ما بتشوف. تمام؟ ف اوكي في عندنا two types of elements. اي شيء ما فيه تخزين للداتا زي الجيتس الاي ال يوز الادرز الملتي بيكسلز، this is considered as a combinational element. باي ذا واي طلعوا استخدمنا نفس الرسمه تبعت الاي ال يو لهذول اللي هون، بس كتبنا جواتها بدل اي ال يو اد، فهي مش ضروري تكون فل اي ال يو فل فريج اي ال يو، يعني مش ضروري هاي اللي هون تطبق كل الفانكشناليتي. هلا انت بامكانك تجيبها بس راح يكون كوست على الفاضي، لانه هذه دائما لو كانت اي ال يو هي دائما راح تعمل اد، يعني انت بس بتستخدمها عشان تعمل بي سي بلس 4، فبدل الاي ال يو كان بدك تجيب بس ادم، يعني 64 بت ادم، وهذا نفس الشيء برضه 64 بت ادم، يعني هذا اللي احنا صممناه، حتى مش ضروري يكون سبتراكتر بس ادم لحاله، يعني عشان ما يقلل من الكوست اللي موجود عندك.
بس ما في اي مشكله انك انت تجيب اي ال يو كامله وتحطها هون وهون، بس وقتها راح تثبت الكنترول سيجنالز تبعون الاي ال يو على انه دائما يعمل ال اوبريشن، دائما الكنترول سيجنالز بيكونوا ثابتين. هون لاحظوا ان الاي ال يو اوبريشن، انا يمكن النقطه ما ركز عليها، الاي ال يو في لها كنترول سيجنالز اسمهم اي ال يو اوبريشن، برضه جايين هذول من الكنترول يونت، تختلف نوع الاوبريشن حسب من واحد الاسم. المالتيبلكسر احنا بنعرف هاي الستيتمنت بتمثل الفانكشناليتي تبعت المالتيبلكسر حسب قيمه السيلكت لاين، صح؟ هاي شفتوها يمكن في السي في هاي اللانجوج، انه هاي معناها اذا سي ايكوالز 1 معناته الاوتبوت واي ايش راح يساوي؟ اي 1 انبوت 1، النقطتين معناها هيلس الاوتبوت ويل بي اي 0، فهذا كومبينيشنال لوجيك. احنا اللي بيهمنا اكثر صراحه، او مش اللي بيهمنا اكثر، اللي بتلاقيهم بتتذكروه اللي هو كيف السيكونشال اليمنتس بتشتغل، لأن السيكونشال اليمنت صراحة بتأثر على ايش بنسميه البلوكينج ميثودولوجي اللي موجودة في الديزاين. فبالبداية بدي أذكركم بأبسط سيكونشال كومبوننت، بلاش نحكي عن اللاتشز احنا هون، احنا بنحكي هون عن الفليب فلوبس، اللي هو دي تايب فليب فلوب، 1 بت دي تايب فليب فلوب، أو بسموه 1 بت ريجستر، هي أصلا كلمة ريجستر أو فليب فلوب هي نفس الشيء. بس عادة ريجستر إنديكيتس مالتيبل فليب فلوبس. بس عادي انه يكون عندك 1 بت ريجستر، يعني في بس 1 فليب فلوب زي هون في هاي السيناريو. الفانكشناليتي اللي بدي اذكركم فيها انه انت وانت هذا الريجستر بخزن 1 بت اوف داتا، انت لما تحكي انا بدي اقرا هذا الريجستر، يعني بمعنى اخر انت عم تستخدم القيمه تبعت الكيو، هيك انت بتكون عم تقرا الريجستر، يعني عم تاخذ الكيو وعم تسوي عليها اوبريشن معين. الكيو از اولويز افيلبل، دائما موجوده، يعني باي وقت تقدر تاخذ قيمه الكيو الحاليه وتعمل عليها اوبريشن معينه، فهذا معناته انك انت الريجسترز تقدر تقراها ات اني بوينت اوف تايم. المشكله عندك في عمليه الابديت، في عمليه الرايت، لما الدي اللي بدك تخزنه على الكيو، هذا الشيء بس بيصير ات سبيسيفيك تايمز اللي هم ايش؟ البوزيتيف او النيجاتيف ايدج اوف الكلوك. هون عشان ما في بابل عند الكلوك، فذيس از ا بوزيتيف ايدج تريجر دي تايم فليب فلوب. يعني عندك بس ايدج اوف ذا كلوك، كلمة دي تتخزن على الكيو. نعم. وهذا الديزاين ما فيش أي شيء ثاني يتحكم، فأنت إجباري كل بوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك قيمة دي راح تتخزن على الكيو. هلا ممكن تكون قيمة دي أصلا هي نفسها قيمة الكيو، في ذلك بين زي كأنه الكيو ما تغيرت، بس أنت واقعيا كتبت عملت أوفر رايت بس القيمة كانت نفسها. لأنك أنت هون ما عندك تحكم. الشيء الوحيد اللي بيتحكم هل تعمل أبديت أو لا هو الكلوك. فـ every positive edge هاي محطوطين هون بنقط، at every positive edge لاحظ كيف التغيير اللي على الـ D بينعكس على الـ Q. هون مش حاطين قيم، هون بس هيك حاطين يعني بس توضيح انه قيمة Q بتتغير بيست على قيمة D. في أي سؤال هون؟ هلا احنا شفنا طبعاً انه حسب الـ register file تبعنا، احنا مش كل مرة بدنا نعدل على الـ register file، مش كل positive edge بدي أغير على الـ register file. فلازم اغير على الديزاين تبع هذا الفليب فلوب، اضيف عليه انبوت زياده اللي هو ايش اسمه هون هذا الرايت زي الانيبل، بس لما يكون الرايت واحد او يكون الانيبل واحد بكتب انا على ريجستر فايل. اذا كان الرايت زيرو حتى لو اجت بوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك ما راح اكتب على ريجستر فايل. فهون انت بتعدل على الريجستر تبعك او على الفليب فلوب، طلع كيف تصير الفانكشنال فيه على البوزيتيف ايدج. لسه البوزيتيف ايدج الشرط موجود على البوزيتيف ايدج، اذا الرايت او الانيبل كانت واحد حسب هون ايش بيسوي؟ قيمه دي تتخزن على الكيو. شوف هون عند البوزيتيف ايدج الثانيه الرايت كانت زيرو، فما راح يغير ولا شيء، الكيو بتحتفظ بقيمتها مثل ما هي. هون رجع مره ثانيه على هاي البوزيتيف ايدج كانت الرايت واحد، فقيمه قيمه الدي لازم تتخزن على الكيو. هلا انا هذا الديزاين اللي راح احتاجه، لانه في زي ما قلنا مش كل الانستركشنز بدهم يغيروا على الريجسترز، بس الانستركشنز اللي بيكون لها بريدج رايت، فهذه البريدج رايت هي ايش تمثل؟ هي تمثل الانيبل تبعي، لما يكون واحد بكتب، لما يكون زيرو ما بكتب على الريجستر فايل.